خلينا نقرب كمان للصورة بشكل أكبر وما يحدث في استاد القاهرة الدولي قبل ساعات قليلة من استضافة مباراة اليوم ما بين الأهلي والمقاولون. عشان كده أروح سريعا لزميلنا العزيز كريم أحمد المتواجد في استاد القاهرة. يا كريم أهلا بيك. أهلا بيك زميلي العزيز أمير هشام، كل التحية ليك ولكل جمهور النادي الأهلي. طمنا كريم عن آخر الاستعدادات لاستقبال مباراة اليوم ما بين الأهلي والمقاولون العرب في استاد القاهرة الدولي. الحقيقة طبعا أكيد مباراة غاية في الأهمية، وهنشوف مباراة فنية قوية جدا طبعا، يعني مع احترام طبعا الكابتن عماد النحاس، لكن بيتسو موسيماني النهاردة أكيد النهاردة عليه دور كبير في تهيئة اللاعبين نفسيا. مش هتكلم على الفنيات طبعا زميلي الأمير، لأن يمكن الوقت قليل جدا، الراجل يمكن جه 6 صباحا محاضرة في تدريب ثم معسكر، لكن النهاردة هو الجانب النفسي الكبير جدا اللي بنأكد عليه، لأن من خلال رؤيتنا للتدريبات الأخيرة سواء في معسكر الفريق أو التدريبات الأخيرة لمستر موسيماني بيتكلم مع كل اللعيبة بشكل متواصل، محاضراته طويلة جدا بتستغرق عدد من الوقت، وده يدل ان في يعني كلام بشكل فردي مع اللاعبين وبشكل جماعي، الراجل عايز يوصل فكره، يوصل مطالبه الفتره اللي جايه، عايز كل اللعيبه يعني خلاص بقى تلعب بنفس، طبعا ما يبقاش فيه طبعا اي حاجه بتعقم او اي حاجه مركزه عليهم بشكل كبير، لان خلاص الدوري اتحسم، فالمباريات المتبقيه هي هتكون بروفا لمباراه الوداد المغربي، وده الامر اللي اكيد بياكد عليه الجهاز الفني بالكامل. كابتن سامي قمصان اكيد مع بيتسو موسيماني ليه دور كبير جدا، سواء في التشكيل يكون متواجد النهارده او في ايضا كمان معلومات الكثيره جدا على لعيبه النادي الاهلي، فبنتمنى النهارده ان شاء الله لعيبتنا تساعد مستر موسيماني النهارده باداره المباراه الفنيه، وايضا كمان النهارده كل اللعيبه تكون محافظه على نفسها بشكل كبير. النهارده طبعا كالعاده المباراه في استاد القاهره الامور كلها بتمشي بشكل طيب جدا ومميز جدا لفريق النادي الاهلي مع التنظيم، احنا عارفين المباراه ما بتكون من تنظيم النادي الاهلي، وبناكد في كل مره امير بتكون الامور كلها سلسه، الامور كلها طيبه لفريق النادي الاهلي من حاله التعقيم، من حاله التواجد، من حاله دخول اللاعبين وخروجهم، فان شاء الله باذن الله المباراه تعدي على خير بدون اي اصابات، الامر المهم جدا. احنا بنفقد عدد كبير جدا من لعيبه النادي الاهلي، محمود وحيد، ربيع، الشيخ، اجاي، معلول، في منهم طبعا معلي معلول الوحيد يمكن اللي هو متواجد في تونس ليه المنتخب، لكن عدد كبير من الاصابات بنعمل بقى النهارده ما يبقاش في زياده عليهم، الامور كلها تكون ماشيه بشكل رائع ومطمئن لفريق النادي الاهلي. 3 نقاط واداء مع النتيجه ان شاء الله اللي بنعملها، الحفاظ كله اهم حاجه على لعيبه النادي الاهلي، ان القادم اصعب لكل اللاعبين، وبنتمنى لهم كل التوفيق ان شاء الله. اكيد يا كريم، انا بشكرك شكرا جزيلا زميلنا العزيز كريم احمد مراسل قناه الاهلي واللي متواجد في هذه اللحظات في استاد القاهره الدولي، وقال لنا اجواء الاستاد قبل هذه المباراه، واتكلم معانا كمان في تفاصيل اخرى بتخص الفريق قبل مباراة اليوم الصعبة جدا بكل تأكيد أمام المقاولون العرب.